وعلى تويتر مهرجان القاهرة يتدارك أزمة تكريم محمود ياسين وغضب من تجاهل كبار النجوم. الحقيقة مهرجان القاهرة تراجع عن عدم تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في دورته الـ 42 بعد الهجوم على إدارة المهرجان بسبب تجاهل الفنان الراحل في حفل الافتتاح. الهجوم ده كان من جمهور محمود ياسين ورواد السوشيال ميديا وطبعا استياء أسرته وغضبهم، خاصة إن الفنان رحل قبل بدء المهرجان بشهرين. وكان مبرر رئيس المهرجان محمد حفظي إن في فنانين كتير توفوا العام الماضي ولم يتم تكريمهم في المهرجان، لكن هم موجودين في قلوبنا وفي ذاكرتنا ومش شرط ان هم يتم تكريمهم بشكل مباشر في المهرجان. وقال ان اسم الفنان محمود ياسين بيذكر في بعض ندوات وفعاليات المهرجان وهيتم تكريمه في حفل الختام، وان المهرجان لم يقتصر على حفل الافتتاح فقط. وكان تعليق اسرة الفنان الراحل بعد تدارج الخطأ ده ان تكريم الفنان اضافة للمهرجان وتجاهله بينتقص من المهرجان وانهم مش هيستفيدوا شيء من الامرين. الحقيقة الانتقادات لمهرجان القاهرة السينمائي ما توقفتش بس عند الفنان محمود ياسين وأسرته، لكن في عدد من النجوم غاضبين بسبب تجاهل دعوتهم، ومنهم الفنان حسن يوسف. وعبر ابنه عن غضبه وقال لما حسن يوسف يبقى مش بيتعزم على مهرجان القاهرة السينمائي يبقى أكيد في حاجة غلط. أعتقد يعني أنه الفنانين الكبار دول سابوا قيمة وقامة كبيرة جدا في السينما العربية والمصرية، وفقداننا احنا شخصيا كلنا فاكرين أعمالهم، وكل عمل ليهم بيمس نقطة معينة في حياتنا. أعتقد أن هم سواء اتكرموا في المهرجان أو لا، فهم موجودين في حياتنا كده كده بنكرمهم بشكل يومي طول ما احنا بنفتكرهم.